السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من دورة البي اتش بي. بهذا الفيديو إن شاء الله حنتعرف على كيفية استقبال معلومات الفايل عند رفعه. تمام؟ أنا على سبيل المثال رفعت فايلز من خلال بوست ريكويست. كيف أنا حاستقبل المعلومات الخاصة بهذا الملف بشكل كامل؟ أول شيء طبعاً نحن بنستقبل المعلومات من خلال متغير معرف مسبقاً موجود بالبي اتش بي واللي هو اسمه فايلز، وبنختار طبعاً نوع اسم الريكوست اللي تم ارساله. يعني كيف انا مثلا بالبوست بعمل مثلا يوزر نيم على سبيل المثال وبستقبل الريكوست بهذا الشكل، تمام، وهون بكتب اسم الريكوست. بالفايلز نفس الموضوع تماما، بعمل هون فايل، تمام، بعمل بعدين هون فايلز. يعني عمليا الفايلز هي مثل البوست. كيف البوست هو متغير معرف مسبقا وعبارة عن array، والفايلز نفس الشيء متغير معرف مسبقا وعبارة عن array. فاذا هون انا بكتب اسم مثل ما قلت لكم اسم الريكوست اللي عم يصلني. انا على سبيل المثال حيكون فايل، انا على سبيل المثال، اوكي، فبستقبله بهذا الشكل. الموضوع كتير 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 بسيط. كيف انا بستقبل البوست؟ بستقبل الفايلز بنفس الطريقة تقريبا، ما في اي فارق. تمام، هلا نحن نفهم الموضوع بشكل اكبر. على سبيل المثال انا عملت متغير اسمه فايل وعم خزن فيه الريكوست اللي وصلني، تمام، من خلال طبعا الستاندر كلاينت او من خلال فلتر او من خلال اي اتش تي تي بي ريكويست، تمام، بشكل عام. فانا هون حاعمل برنت، اوكي، لاقدر اعرض المعلومات كامله يلي طبعا موجوده بالفايلز. فراح اخذ بهذا الشكل، اوكي، اعرضها بشكل كامل بهذا الشكل. حنروح على الستاندر كلاينت، حنعمل نيو ريكويست، حنعمل هون لوكال بوست course php test.php، تمام، بهذا الشكل. عملت send، فرح يقول لي undefined array، اكيد مش معرف هذا الكلام، اكيد مؤكد لازم نعمل post. هي رقم واحد. بنروح على body، بنروح على form، وبنقول انه في عنا files، تمام، بهذا الشكل، واسم الفايلز حيكون file. ليه file؟ لاني انا هون كتبت، لاحظوا، file، فلازم يكون هون file، تمام. حاختار الصورة او الملف اللي انا حارفعه، وليكن على سبيل المثال حاختار صورة بهذا الشكل، تمام. حنعمل send، فبنلاحظ فعلا انه جاب لي كل المعلومات الخاصة بهذا الملف حتى تكون مرتبة، نعرضها بشكل مرتب. خلينا نروح على التست بهذا الشكل، نعمل هون ايكو بري بس لأرتب عشان تكون واضحة بالنسبة لكم، اوكي. نرجع على request وبنرسله مرة ثانية، فبنلاحظ انه انعرض عندي بهذا الشكل. فقدرنا من خلال الفايلز انه نحصل على اسم الملف والمسار والنوع وايضا المسار المؤقت، تمام، واللي هو طبعا جدا مهم، واذا طبعا في ايرور، والسايز يلي هو طبعا حجم الملف. طبعا لو اخترنا مثلا احنا صورة ثانية ولتكن مثلا هي الصورة، تمام، وعملنا سند، بنلاحظ انه ايضا جاب لي معلومات الصورة بشكل كامل، اسمها، نوعها، لاحظوا هون بي ان جي، وطبعا المسار المؤقت وايضا حجم الصورة، تمام. هلا انا حعلمكم كيف تجيبوا حجم الصورة بالميجا بت بالضبط او الميجا بايت بشكل عام عشان تعرفوا كيف تتعاملوا معها بشكل كامل، اوكي. طبعا نحن صرنا بهذا الفيديو نعرف كيف نحصل على معلومات الصورة بشكل كامل، وهذا الشيء بالنسبة لي اكثر من كافي، تكونوا فهمتوا الموضوع بشكل كامل. وان شاء الله بالفيديو القادم حنعمل الفانكشن الخاصة برفع الصور الخاصة بالاي بي اي، وبعدين ان شاء الله حنعمل الفانكشن الخاصه برفع الصور لفلتر، وحنشوف كيف حنرفع صوره من التطبيق بشكل بسيط جدا، وحتعرفوا انه رفع الصور هو ابسط شيء على الاطلاق. بتمنى يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاعجاب، الاشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.